أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. جانحان تسببوا في موت شخص وأشهروا السيوف على الشرطة. إليكم التفاصيل. اضطر مقدم الشرطة يعمل بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري صباح يوم السبت، وذلك لتوقيف شخصين كانا في حالة غير طبيعية وعرض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديدات جدية باستعمال السلاح الأبيض والاعتداءات جسدية خطيرة باستخدام مركبة ذات محرك. وكانت دورية لشرطة الدراجين قد دخلت خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت من أجل توقيف المشتبه فيهما اللذين كانا في حالة تخدير تام واندفاع قويتين، وأحدثا الفوضى بالشارع العام بحي جليز، وهما يتحوزان أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، حيث تم ضبط أحدهما بعين المكان وحجز سلاح أبيض بحوزته. أما المشتبه فيه الثاني فقد حاول الفرار على متن دراجة نارية من مكان التدخل، مما تسبب في ارتكابه حادثة سير مميتة بعد أن صدم عاملا كان بصدد القيام بأشغال عمومية، كما أنه رفض الامتثال وواجه أحد موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر معه هذا الأخير لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وذلك بشكل يمكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه الذي تم توقيفه لاحقا خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بضواحي مدينة مراكش. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.